طيب السلام عليكم. عليكم السلام الأخ محمد، من وين أخونا محمد؟ من المدينة المنورة. حياكم الله أنت والمدينة. أخونا أبو بكر دخل لقى مزمار الشيطان، صدق ولا كذب؟ طيب أيهما أشد عندما نتهم أن الفتنة تخرج من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هرب من الموضوع. شوف هرب من أيهما أشد؟ هرب. تعود يا شخص، يا بليش تعود؟ زين انت ليش تروح وتعود وتتعبنا؟ خب قبل ما تروح جاوب. طيب هذا يعني رايح جاي رايح جاي. طيب خلاص نعود لسؤالك، اعد سؤالك، اعد سؤالك. شوف تقول نعود السؤال، سؤالي ليش رحنا وهسه تقول لي ارجع؟ هي المشكله. لانه هذاك اشد جرما يا شيخ وعد، اشد جرما. العلماء عبد الحسين يتهم قبر النبي او بيت النبي حتى الى قيام الساعه، حتى ما كان ام المؤمنين لم تدفن مع الرسول عليه الصلاه والسلام. أنا شنو مكان النبي؟ شنو يتهم شنو يعني؟ هو وضع عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الفتنة تخرج نحو من هنا، أي من بيت عائشة. هذا طيب بخاري يا رجل، هذا البخاري الذي قال. شنو عبد الحسين؟ أوكي لحظة، الفتنة هي لازقة بالحيطان والطابوقة ولا لازقة باللي يسكن البيت؟ لا اللي يسكن بالبيت، الفترة خلاص. طب لا هدوء، نقطة. إذا البيت شو دخله؟ الحيطان والأرض والشجر شو دخلنا بهذا الموضوع؟ أنا ما وجدت أنا الآن يا شيخ وعد. لا تعال كلمني بالعقل حبيبي، الله يرضى عليه، خلينا نشغل عقول. أنا قلت نحو هذا المسكن، الفتنة نحو هذا المسكن. المسكن بي أبو عمر، بي واحد أبو عمر. أنا أقصد الكاونتر، الطباخ، ثلاجة، الحائط، ولا أقصد أبو عمر نفسه؟ طيب ما هو مفهومك أنت يا شيخ واحد؟ الآن مفهوم غير أسئلك الآن ما تجاوبني. هذا عبد الحسين اللي تقول علي عبد الحسين ولا ميثم الموسوي ولا واحد الآن من قال الفتنة تخرج منها هنا من مسكن عائشة؟ أشار إلى الطباخ والثلاجة ولا أشار للي يطبخ؟ يا شيخ وعد، أنا لو أقول هذا المنزل ايه؟ هذا المنزل تخرج منه الفتنة، ايه؟ هذا المنزل ما المقصود؟ المقصود الجدار ولا داخل المنزل؟ عافية داخل المنزل. عافية، مين اللي كان داخل المسجد؟ النبي لما قال من بيت فلانة مين كان موجود؟ النبي. لا هو يا بابا النبي كان برا، النبي كان بالخارج وقال هذاك. شوف الآن أنا ماذا أقول؟ أقول أفرض هذا بيت وأنا برا البيت، أقول الفتنة من هذا البيت. شوف هذا البيت مين اللي كان جوا البيت؟ أنا برا مين كان داخل البيت؟ البيت لمن؟ أليس لك؟ ما يجاوب اللي داخل البيت. لا ما أجاوب أنا، شفت يعني البيت. النبي قال مسكن عائشة، مو مسكني، مو قال الفتنة تخرج من بيتي، قال مسكن عائشة. نحو قال تحديدا نحو مسكن عائشة. الآن نحو أصبر هود الآن نحو لو مسكن عائشة، نحو مسكن عائشة. زين ليش نحو مسكن عائشة؟ ليش؟ شنو السبب؟ مو هي يعني هاي لما أنا الآن لما أقول هاي جيت الشرق بيها مسجد وبيها سوبر ماركت وبيها بيت وبيها ساحة مع كرة قدم وبيها، ليش أقول نحو ذاك البيت اللي بيه محمد هذا من الرياض؟ ليه؟ شوف أخونا العزيز، هذا صحيح البخاري أمامك الآن. أخونا هذا صحيح البخاري أمامك. شوف هذا صحيح البخاري، هذا الطبعة السلطانية أو طبعة الأغا. طيب هذا أمامك صحيح البخاري، مطبعة ديب البغا. طيب محقق ديب البغا، شوف ماذا يقول. باب أخواني، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما نسب من البيوت إليهن. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي. يعني بيت، يعني بيوت الزوجات. صادق. وكما يقول الحاج وعد نقول نحن الباب. شنو هو عنوان فقه الحديث؟ هو يفهمك شنو المطلوب من الحديث. طيب ها
هذا الحديث اللي أشار به نحو مسكن عائشة أورده البخاري في هذا الباب، في باب ما جاء في بيوت أزواج النبي. يعني المطلوب شنو؟ بيوت أزواج النبي، الحديث الأول، الثاني، الثالث، طيب الرابع، وهذا الخامس، وهذا السادس، وهو الحديث السابع. هذا أمامك الآن. حدثنا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. الشيطان ما عنده قرن، يعني القوة، قوة الحيوان، قوة الجسم هو القرن، قرن الشيطان، قوة الشيطان. وين الباب إخواني؟ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنت مشكلتك الآن مع البخاري، لا معانا ولا مع الحاجوات. البخاري هو الذي يقول إن الحديث، إن الحديث في بيت عائشة. البخاري هو الذي يقول، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بيت عائشة. طيب الآن خلينا لفه، أورده تحت هذا الباب. يا الآن خلينا لفه، خلنا نرجع للموضوع. هاي ما تفيدك ترى، ما المسكن عائشة. أنا من صحة، أنا ما أنا يضع الشبهة الشيخ هيثم ورا صحيح له. هذا معتقد الشيخ هيثم. أنا لماذا انتقلت إلى مسكن عائشة؟ لماذا؟ لأنه الشيخ وعد أتى في بداية بثه لهذا الموضوع عن أبا بكر. قلت أنتم تقولون أشد جرما بأنكم اتهمتوا النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكنه به الفتنة. زين أرجع الآن، الآن فهمناك هاي القضية، أنه الفتنة ما متعلقة بالحيطان ولا بالثلاجة ولا بالحديقة، متعلقة بالإمرأة التي كانت تسكن. الآن رجعنا للموضوع. ما الدليل أنها في أحسنت لأن في صحيح البخاري، أنا أخدمك لأن في صحيح البخاري لما وقعت معركة الجمل في البخاري أبو بكرة، حديث أبو بكرة قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. زين هذا يقول نفعني هذا الحديث عندما أردت أن أقاتل في معركة الجمل، فهي فتنة. واضح؟ هذا الكتاب حجي، هذا الكتاب الآن الحل الإبريزية في التعليقات البازية. هسه بس أقوم أجيب أنا وشكلية. ابن باز يقول عائشة هي القائد، قائد معركة الجمل. لذلك احنا نقول القائد العام للقوات المسلحة. هي هتلر القائد العام للقوات المسلحة. هي القائد، يعني قائد الجيش هي. يا حبيبي يا نور عيني، هي قائد، هي عائشة. أقول لك يا ابن عمي، يا اخ محمد الله يبارك، هي عائشة من صعدة على الجمل. شنو كانت تلف دولمة؟ لا تسمعني يا عمد، اسمعني عائشة لما صعدت على معركة الجمل وراحت، شنو تلف دولمة تسوي مندي؟ لو راحت حارب غير اعرف. الله يرحم والدي. دخلت في معركة الجمل الان. يبون تقول فتنة، هي جابت دولمة على الفتنة. انت تقول فتنة. خرجت للإصلاح، وكان أمير المؤمنين علي، وهذا متفق عليه، كان بالمدينة. مين اللي تعاركوا وتصلح بيناتهم؟ منو هم؟ علشان مقتل عثمان. مين اللي تعارك مقتل عثمان؟ مين العركة كانت بين من؟ أصلا لم يبدأ القتال، لم كان يتم، ولكن الخوارج لعنة الله عليهم، هم الخوارج. هم بابا أنت لما هي راحت تصلح يا ابن العم، أنا لما أريد أصلح أكو اثنين يتعاركون مقابلي وأريد أصالحه. مين اللي كانوا يتعاركون وإحنا نصالحهم؟ مين؟ لم يتم العراك، لم يتم. لا شكرا، هذا ما في عركة. إذا ما في عركة شعيد راكبة جمل ورايحة، هي ما في عركة. هي بنيتها، هل نيتها أن تروح تعارك أو تقاتل؟ أقول لك أنت تشتغل بالإطفاء، هو ما في حريق، انت مشغل الصفاره وجايب الماي وترش على البنايه. قال بابا ابوك ايش فيك؟ اسكت، ما في حريق، ايش فيك انت لابس هذا مال الحريق؟ وهي ما في حريق، ولك ما في عركه، رايح تصالح بين من؟ ما الدليل ان مو الدليل سياره الحريق؟ مو الدليل سياره الحريق انت ماخذها وشايب الخرطوم وترش على نادر؟ 3000 مقاتل جاء معها إلى البصرة، هو اللي راح يصلح جايب له 3000 مقاتل وياه. إيه مو أنت تقول لي تصلح، اللي يصلح أكو اثنين متعاركين. مثلا أنا حكم مباراة، تعارك ميسي ورونالدو،
قبل ما يتعاركون طيت هذا كارت أصفر وهذا كارت، لأن تعاركوا. إذا ما متعاركين إيش عندي أنا وياهم؟ خلي يلعبون. قبل العراق، قبل العراق، قبل ما الدليل أن عائشة خرجت من مكة إلى البصرة بأنها تريد القتال؟ لأن الكلاب نبحوها، الكلاب قاموا ينبحوها كلاب الحوض. وهذا شيخ وعد، هذا عمرك انت والله المفروض تتق الله يا شيخ وعد. والله هذا حديث صحيح. ايكم تنبحها كلاب الحوض عندما وصلت الى مياه بني عامر؟ بني عامر يا ابن عمي، هذا حديث صحيح، صحيح الالباني، صحيح احمد شاكر، صحيح ما ادري منه، صحيح كلكم صححتوا يا حبيبي. بالله انت في قبرك، في قبرك هل تسال عن معركه الجمل الان؟ رحنا زين هسه اخذنا عليك، انت تقبل بالحديث الصحيح الان؟ تفضل. هذا امير المؤمنين في علم الحديث ابن حجر يقول، اخرج ايضا بسند صحيح عن زيد بن وهب قال: فكف علي يده حتى بدأوه بالقتال، فقاتلهم بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل احد. بدأوه بالقتال، جيش عائشة هو الذي بدأ بالقتال يا رجل، لا خوارج. والله يضحكون عليكم هذا الكلام، والله يضحكون عليكم بهذا الكلام. الخوارج بالنهروان شنو جابهم للبصرة؟ شنو شو يسوون بالبصرة؟ طيب الان رجعنا للموضوع. الان ابو بكر دخل، يا الله اكبر يا اخي، مو رحنا وراك، رحنا للمسكن وللجمل. الان ابو بكر دخل راى حمامه وحده ولاخ يلعبن بلو يغنن، قال هذا مزمار الشيطان. ابو بكر صادق ولا كاذب؟ ابو بكر لما راى عندما دخل، اصلا احيانا انت ما تستطيع ان تتحكم بمشاعرك. الله، انت دخلت وجدت معقوله هو يريد ينقد ويذم هاتين الفتاتين. اعوذ بالله، لا 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 لا، اعوذ بالله، لا تطعن، اتطعن، اعوذ بالله. شلون اخونا الكريم تقول انه اراد أن ينتقد؟ ها، ويعني النبي موجود، النبي موجود بالغرفة، ويجي واحد يصلح لي وينتقد علي؟ يعني يصير أنا الملك مالتي الآن، الملك مالتي موجود زين، ويجي شاعر أو يجي مثلا واحد يضرب بالهذا بالسيف والدفوب مالتكم معه، وأنا أقول له مشي اطلع برا، مزمار الشيطان عند الملك، الله وكيلك يضربوك ميتك. ممكن تقولوا أنت فقدت شعورك، يعني أبو بكر كان فاقد للشعور، إنسان بغضب، حالة غضب، غضب. زين زين، النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على تسمية أبي بكر بمزمارة الشيطان أم سكت عن ذلك وسكوت النبي إقرار، وإقراره حجة سنة؟ صحح له. هل أصر على ماذا؟ ما كيف صحح له؟ قال له لا يا أبا بكر، هذه ليست مزمارة الشيطان، أم سكت عن هذا الكلام؟ وتوقف قال سمعا وطاعة. وين قال سمعا وطاعة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أبو بكر سمى هذا بمزمارة الشيطان، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافقه على هذه التسمية أم أنكر عليه؟ أنكر عليه. تفضل أعطيني الأنكار، أعطيني. قال لا يا أبا بكر، هذا حلال ولا يجوز لك أن تسمي هذا الفعل بمزمارة الشيطان. وين هذا الكلام؟ طيب، لأن أبا بكر ما يعلم الحكم. النبي صلى الله عليه وآله أقره أم خطأه؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لا يا أبا بكر، هذا الفعل لا تنسبه للشيطان، ما يصير، أم أقره؟ واتفق معه أبي بكر فيما بعد. قال سمع. وين اتفق معه؟ وين؟ مثل رزية الخميس، مثل رزية الخميس. راح الرز. لماذا أمير المؤمنين لم يقدم الأدوات؟ ليه؟ لماذا؟ شوف راح الرز. خميس. هي قصص يا شيخ. يلا يلا أخو محمد. شكرا لك. شنو رأيك بعلمائك؟ علمائك حرموا استعمال أدوات اللهو. المزمار والدف وغيره، الا الدف بالعرس فقط. شنو قولك هذا؟ ماذا تقول؟
ها وين راح؟ مين كان معرس؟ راح المهم.